هاي المهلة اليوم بالليل بتخلص. سعد الله بده يدفع حق الذهبات مصاري، بس خلص ما عاد حدا يحترمه، هو انتهى. بكرة أنا بحكي لك شو يلي بده يصير. بعرف، أنا كمان معزوم اليوم. حلو كتير. وانت كيف هيك كسبت ثقته لعماد بيك؟ والله كل واحد وإله طريقة. سيدي نور، أنا رح أقول لك شي كتير مهم. لا بقى تتصلي فيني ولا تجي لهون، لأنه لقائنا صار كتير خطير ونحن لازم ننتبه أكتر. أنا ما عاد بحاجتك بنوب. يعني انت هلأ عم بتقلاني من الشغل؟ بس لا تقلقي، رح ادفع لك تعويضك. شو بدك داليا؟ شو رأيك تيجي تضربيني كمان؟ انت عم تتخانقي مع امك، ليش هيك صوتك؟ لا يعني لا ولا شيء، بس يبدو اعصابي تعبانه. طيب اذا هيك تعي لناكل مع بعض، لحساب علي انا. والله اجيتي بوقتك لانه اختنقت هون. طيب معناته انا عم بستناكي هون قدام باب الكافيتيريا. يلا البسي اي شيء وتعالي، لا تضلي عم تجهزي حالك وتحوسي ساعتين. ماشي. اليوم في عنا اجتماع مهم مع كمال أوجارو، هو صاحب دعوة إنشاء البلازا من 3 شهور، وحضرته من أهم الموكلين عنا. أكيد بتكون سمعت فيه، هو رجل أعمال. عرفته، سمعت. منيح، حتى أنت كمان اشترك مع فريق الدعوة. يلا روح، موفق. طيب شكرا لك. والله أنا شكلي بدي أمرض. يلا نقعد قعدة بنات ونفضفض. ايه والله امشي معناتا. نحن رايحين ناكل، إذا بدك تعي معنا. أنا ما بقدر يا بنات. ليش؟ هيك أنت منيحة، وشك مصفر كتير. أنا منيحة بس كأنه ما إلي حيل، خليني روح أتسطح جوا أحسن وأنتم بسطوا. اي يلا منشوف. يلا بشوفكن. هالبنت هي وضع مو مريحني. ما بعرف. شوفي ليكي مين طلع من هاي. نور بتكون رفيقته لسعيد. تعي سمعك كلمتين. تعي. شو مرحبا يا نور، انت شو عم تعملي هون؟ عم بتدوري على سعيد؟ ايه لقيته من شوي، كان سعيد بالبيت. هلا انت حبيبته لسعيد ولا يمكن انت؟ ليك على الحكي، ليش انا شو لي شغل بسعيد؟ اذا هيبه بدها تتنازل وتحب واحد مثل سعيد بده يغير كتير شغلات بحاله لسه. ما سعيد كتير طموح، ويلي بيعرف يجيب مصاري ما بيصعب عليه اي شيء. شوفوا هالحديث يلي بنص الشارع. يلا داليا تعي. معناتها يلا موفقه. قلت لسلم عليكي. يلا انتبهي على حالك. منشوفك، تشرفنا. هي من شوي كانت عم تتباوس مع سعيد. لا اتنين مع بعض؟ ايه مع بعض. ايه شو اذا هيك خلينا نرجع ونقول لهالهبلة حرام هبة. لا لا تتعبي حالك معها، هالفترة هي عايشة فوق، مع الوقت بتعرفه لحالها، شو بدنا فيها؟ خايفة يعمل معها شي هذا المجنون. تفضلوا شباب تفضلوا. شو هذا هو يلي عطيته القضية تبعي؟ الولد الطويل مو؟ ايه استاذ انت اكيد عم تمزح.
هاي دعوة من أهم الدعاوي، أنت كيف بتعطيها لواحد ما عنده تجارب يا سالم؟ أنا متأكد بس تتعامل معه رح تقول الحق معي. يلا الشباب عم ينتظروا. وهلأ صار فينا نبلش. سعد الله عماد بيك عم يستناك. يلا انا بدي روح. بنتي انت سكر المحل وروحي على البيت، اكيد رح اتاخر ويمكن ما ارجع بالمره. يلا شباب اليوم يومنا، هاتوا الشنطاي. ايه رح تقلنا شو رح نساوي ولا لا؟ على القليلة قلنا اللي بده يشتري ثقة. ثقة ثقة. اهلا وسهلا. يعطيك العافية. انا بطني عم يجعني شوي، شو ممكن تعطيني دواء؟ بلا ما تاخدي دواء كيف ما كان بنصحك تشوفي دكتور، بيكون أحسن. ما بدها، هي لعية نفس بسيطة، يمكن يكون أخذة برد. يعني أنت قصدك بس مغص بالمعدة؟ ما في حرارة أبدا؟ لا منوب، أنا حاسة شوي بدوخة، عم قول يمكن من كتر الشغل عم بتعب أو يمكن لأنه عم يتغير الطقس. ما تكوني حامل. حامل كيف يعني؟ رح أعطيكي فاحص حمل. قديش بتريدي؟ 250. تفضلي. بركي كنت حامل، شو بدي أعمل؟ وسعيد شو رح يعمل؟ يعني مو زعلاني مني معي؟ ليكي انت كتير مهمة بالنسبة لي، اكيد بتعرفي. بعرف. ممتاز. انا ما عندي اي شك فيك منوب. حلو. ومبسوطة، وانا هلأ جنب الرجال اللي بدي كفي حياتي معه لحتى موت. هلأ صرت كل عيلتي سعيد.